السباحة عندنا وعلى مستوى السكواش العاب الالعاب يعني، يعني حتى احنا دول محققين أفضال انجازات يعني. طبعا. احنا شايف التقرير ده يمكن احنا ايه يعني جايبينه لاول مره هو معانا النهارده لسه، ده التقرير الجمعيه العموميه ان شاء الله يوم 27 تقرير 28 مجلس الإدارة تقريبا بالظبط. ده تقرير مجلس الاداره، وده كان بيشرف عليه في التقرير بتاعه استاذ طارق قنديل عن المجلس، اللي قدم التقرير للمجلس الاداره ده ان شاء الله يوم جمعيه العموميه 23 24. فده باذن الله ده في كل حاجه يعني، كل الاتشيفمنتس والانجازات اللي حصلت في كل الانجازات بتاعت النشاط الرياضي، الالعاب اللي بيتكلم فيها طبعا كابتن هاني، سواء السباحه سواء الكاراتيه، الجمباز، التنس، الطاوله، التنس الارضي، ميار ما شاء الله انت عامل ايه؟ تشرفت طبعا النادي الاهلي وشرفت مصر وماشيه في بطولات يعني، هي على قوه النادي الاهلي وليها عقد سنوي مع النادي، فدي برضو حاجه يعني بنت النادي بتشرفنا طبعا. فلا انت بتدعم كل، عندك ابطال في كل العاب الفرديه يعني، ابطال شاركوا في اولمبيات وابطال عالميين. ف دي سياستنا يعني كمجلس اداره، دعم النشاط الرياضي. زي انت كره القدم برضو، انت كره القدم انت دلوقتي القيمه التسويقيه للفرقه عندك في كره القدم بسبب الاستراتيجيه برضو اللي وضعتها لجنه التخطيط اللي شغاله، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، كابتن خالد بيبو، وطبعا بيترأسهم كابتن محمود الخطيب هو المفوض من مجلس الاداره بالاشراف على ملف الكوره. لا انت وصلت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق مليار جنيه باللعيبه اللي عندك، باللعيبه اللي انت بتعيرهم يعني، انت بتطلع لعيبه بقيمه كتسويقيه اقل، بيطلعوا اعارات في انديه، انت عندك مكان في القائمه بتاعتك للعيبه اخرى، واللعيبه دي قيمتها التسويقيه بتزيد فبترجع لك بقيمه اعلى بتفيدك. وده شفناه السنه دي يعني، بالظبط. فالاستراتيجيه اللي مع تصعيد الناشئين، مع الاهتمام بقطاع الناشئين دلوقتي، والخبير الاجنبي اللي جه في قطاع الناشئين التشيكي ده، راجل بقاله 5 سنين بيشتغل مع الاتحاد التشيكي في كره القدم، ومطلعين يعني مواهب كبيره جدا هناك. فبالتالي النادي الاهلي برضو جابه للحته دي مع كابتن خالد بيبو في القطاع الناشئين، عاملين برضو استراتيجيه ممتازه لل 10 سنين اللي جايه، الناشئين يطلعوا يندمجوا مع الفريق الاول ازاي، والعناصر المميزه والاعراض تطلع ازاي. فانت دلوقتي القيمه التسويقيه للفريق الكوره بقت توصلت لمليار يعني. فانا شايف انه يعني ده وزن تقيل ودعم كبير للنادي، سواء في المجلس الاداره سواء للكوره او للالعاب الاخرى في النشاط الرياضي، لان اي حد بيمثل النادي الاهلي لازم يبقى رقم واحد يعني، ده لازم، ده الهدف بالظبط طبعا يعني، ما ينفعش ده اللي احنا تاريخيا احنا يعني متعودين عليه. فبالتالي احنا بنقول تاريخ مبادئ تطوير، فانت تاريخيا انت الاول، فما هتطور ان انت هتحافظ على ده وتعلي كمان يعني.